بقول لك ايه يا حاج شكري؟ هو انت ناوي تتغدى وتمشي على طول ولا هتقعد لحد بالليل؟ الله جرايه يا سمير، ده انا كنت فاكرك هتقول لي اقعد معايا لحد بعد العشاء. انت قصدك العشاء؟ اصل التشكيل بيفرق يا حاج. عموما اطمن، انا ما ينفعش اتاخر. بقول لك ايه؟ انا عندي ليك حته مفاجاه، انما ايه هتبسطك. ايه؟ هتشحن لي كارت المية؟ لا 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 لا، حسين ابن عمك اتصل بيا امبارح وسالني عليك. حسين ابو النيل؟ ده ايه اللي فكره فينا ده؟ ده انا بكلمه قد كده وبينفض لي. صلة الرحم يا اخي، وبعدين الراجل عرف ان الثانوية بتاعت ابونا النهارده، قام اتفق معايا انه هيعدي علينا وهيتغدى معانا كمان. يتغدى ليه يا عم؟ يتغدى ليه معانا يا عم يا ناقصة؟ بقول لك ايه يا عم الحاج؟ انا الشرطة مفلس ومعيش اكل نفسي. مفلس ازاي؟ ما هو خير ربنا كتير اهوت فرختين في التلاجة هيكفونا. يكفوا مين؟ الفرختين دول انا عينهم لرمضان الجاي، هي بسملة قهوة من كنكة غيرك يا حاج. ما تعزمنا انت بدل فقيس قوي كده. انا؟ ده انا ما حلتيش غير أجرة البيجو اللي هتوصلني المنصورة. انا على الحميد المجيد. في حد يبقى مصفر يا كده يا حاج؟ الرضا الرضا يا سمير يا اخويا، انا ما عنديش اي اطماع في الحياه. اتفضلوا الغدا جاهز. اتفضل استاذ حسين. اهلا وسهلا، والله ليك وحشه. حلوه ليك دي، اهو انت اللي ليك. اتفضل. براحة يا عم. ايه السجاد هينزل سخيف. والله وحشاني رخامتك يا سمير. واضح قوي يا اخويا انها وحشتك، ده انت واخواتك ولا بتسالوا علينا ولا ما بتصل على المحمول بتنفض لي. الدنيا مشاغل يا سمير، انت فاكر ان انا ببص على الشاشه ولا بسمع رنته حتى؟ ايه ده؟ بلغتك انت شيكن وينجز، بلغتنا احنا جناحه محمره بالصلاه على النبي. ولقيت فرخة بثلاث تجنيحة فين يا سمير؟ لسه بخيل زي ما انت يا سمير. طب ما دام انا بخيل وانت ابو الكرم كله، ما دخلتش علينا ليه ان شاء الله بحمامايه؟ مشوية ولا محشية يا سمير؟ عيب يا سمير عيب. سيبه اللي فيه ده ما يبطلوش ابدا. كل متشكرين يا سمير على الاوبن بوفيه اللي عملته لنا ده. وشايب فتله على الله يطمر. اللي قول لي يا سمير، عامله ايه الحياه معاك؟ انا اخر حاجه سمعتها ان انت تخرجت من معهد خدمه اجتماعيه ومن ساعتها مش لاقي شغل. يا حسين يا ابن عمي، انا ما اتخلقتش عشان ابقى موظف ولا صاحب شركه ومسؤوليات. امال اتخلقت عشان تبقى ايه؟ عاطل؟ انا مستشار. مستشار؟ ايوه. الناس بتستشيرني